السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميرزوغا تي في. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكة ديال المول العجيب. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ورمضان مبارك كريم، الله يدخلوا عنا عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي. بسم الله على بركة الله. هنا استعمل 3 البيضات، هنا استعملت الحجم الصغير. عندكم حجم كبير استعملوا فقط بيضتان، مهم يكونوا على درجة المطبخ. من بعد هنا ضفت عليهم ملعقة كبيرة ديال قشرة ديال الحامض محكوكة، قشرة حامضة. وكنضيف عليهم كأس، مقدار كأس ديال العنبة ديال السكر. وكنضيف عليهم كأس ديال الحليب، من بعد كأس ديال الزيت. كنخلط هاد المكونات حتى كينسجموا لي مزيان مع البيض. هنا كنحرك باستمرار حتى كيندمج ليا الخليط مزيان. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الدقيق، غنضيف عليهم واحد جوج صاشيات ديال الخميره الكيماويه. هنا استعملت حجم 7 غرام. وغادي نخلطهم مزيان حتى كتندمج ليا ديك الخميره مزيان مع الخليط. من بعد غادي نضيف عليهم جوج كيسان ديال الدقيق، مهم جوج كيسان ديال العنبة مملوئين بالدقيق. غادي نحاول انا غادي نخلط الخليط مزيان حتى كيندمج ليا مزيان. هنا خديت المول دهنته بالزبده وضفت عليه شويه ديال الدقيق. غادي نخوي عليه هذاك الخليط. من بعد غادي نضيفه في الفران اللي كنت موجوده من قبل على درجه نار هادئه. من بعد ما درت الكيكه ديالي في الفران، هنا خديت نصف لتر ديال الحليب وضعته في كاسرونه، زدت عليه 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده. المهم هنا السكر كيبقى اختياري، 4 المعالق كبار ديال مايزينا. زدت عليهم ملعقه كبيره ديال العصير ديال الحامض. وفي الاخير كنضيف عليهم جوج صاشيات ديال الفلون ديال الفاني.
غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كيندمج ليا مزيان داك النشا ما تيشكليش داك الحبيبات هو والفلون. غادي نوضعو فوق النار هادئة، تكون هادئة بزاف، ودائما نحاول اننا نخلطو باستمرار يعني باش ما يلصق ليناش هاد ما تلصقليش هاد الكريمة هادي. كما كتشوفوا معايا مهم هذه الكريمه بعد ما طابت ما خليتش انها تطيب بزاف، يلاه يلاه كتغلى وانا نحيدها يعني باش انا نقدر نتحكم فيها. كترجع بهذا الشكل هذا بعد ما طابت الكيكه ديالي. هنا ضفت عليها الكريمه، غادي نحاول انني غادي نوزع عليها هذاك الكريمه بالتساوي. هنا كنحيدها فوق النار، كنضيفها مباشره فوق الكيكه باش ما نخليش الكريمه تبرد لي باش نقدر انني نتحكم فيها مزيان. هي كل ما كتبرد كتقسح، من الاحسن انا نخرجها من النار يعني ديريكت نوضعها فوق الكيكه. كما كتشوفوا هذه هي الكيكه ديالي، كتجي صراحه غزاله بزاف وفي التزيين كيبقى اختياري. انا هنا استعملت حبيبات ديال الشوكولات، المهم ممكن تستعملوا شرائح ديال الحامض واي حاجه متكونه عندكم في الدار. انا هنا فضلت انني غادي نستعمل الشوكولات حبيبات. كما كتشوفوا معايا هذه هي الكيكه ديالي، صراحه كتجي غزاله بزاف وبهذه الكريمه هذه كتجي المذاق ديالها واعر بمذاق ديال النكهه ديال الحامض، صراحه كتجي غزاله بزاف. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.